يا لطيف، والله سيارة لحتى الآن ما رقت. يا محمد يا حاجة، أنا تعبانة بروح تريح. روح تريح يا حاجة جوزة. آه يا ظهر، والله الوقفة تعبتني. شو أسوي، والله سيارة لحتى الآن ما رقت. ها هاي سيارة جاي، يا رب تاخذنا معك. السلام عليكم. عليكم السلام، هلين يا حاج. في إمكانية توصلنا لقدام؟ أوين رايحين يا حاج؟ والله رايحين على ابن نصورها، هاي الدار مش بعيدة، قريبة. يا رب تطلع ابن حلال وتوصل. حج هاي معاك؟ اه والله معاي، والله تعبت. طيب يلا 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 اطلع اطلع، يلا خلينا نكسب فيك اجر. يلا 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 يا حجه جوليا، بسرعه بسرعه، هاي جتنا سياره من عند الله. تفضل يا حج، روح اطلع روح اطلع يا حج، روح لا يرضى عليك. طلع طلع. السيارات اللي هنا على المنطقة هان؟ لا والله والله ولا سيارة. لا يرد. آه انتوا رايحين هيك ولا هيك؟ لا هيك. طيب يلا ماشي، ناخذكم طريقنا بنكسب أجر فيه. الله يرضى عليك ويخلي لك حبايبك. أنت متجوز يا ابني؟ والله يا حجة متجوز ومعي أولاد، الله يخلي لك. ما شاء الله عليك، الله يخلي لك اولادك وزوجتك. والله تجوزنا يا عم، تجوزنا يا حج. صق الله على ايام الشباب يا جوليا، صق الله. راحت من هان من هان، امرك في الشارع هان. ماشي يا حج ماشي، الله يديم الوفق والمحبه بينكم. يا عندك هان بالله، نزلنا نزلين هان حج. اه الله يسهل طريقك يا حاج، الله معك. الله يرزقك ويخلي لك اولادك يا رب. وقفوا نزلكم الشنطة. لا انت خليك يا خال، تخليك، هي هو بروح ينزل الشنطة. لا مش مشكلة، بلاش ما يعرفش يفتح الشنطة. لا تخليه هو. انا يا رب. يلا يلا روح انت نزل الشنطة عن الزلمة، انا قوية بنزل. شيخ الله يرزقك يا رب، الله يسهل عليكم. الله يكرمك، يلا الله يرزقك يا خالتي يا رب، خلي لك اولادك يا رب وزوجتك يا رب. والله ليش يا حاج محمد انت وخليت الراجل اللي يحمل الشنطه؟ الله يرضى عليه اللي حملنا بهالجب، الله يرضى عليه. قل لحالك انت ما قدرتش تنزل ولا قدرت تقفي، بتلوميني؟ طب خلص خلص اسكت. ايوه شيل هيك هيك، عملت في السجادة هيك. زبطيها. اه زبطيها، ما علي زبطت اصلا. اخ يا ظهري. براحتك براحتك، والله شايفاك اتمشطت. الحمد لله سلامتكم. والله شفت لك يا عم، شو جابونا؟ كيف حالك؟ والله شفت لك انا غير. طب رنوا علينا احكوا لنا انتوا جايين من السفر. حبينا شو جابونا هنا؟ حلو جوليا، جبت لك هدايا؟ اه جبت لك يا ست. جبت لكم يا سيد. والله صوت امي هانا. اهلا 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 بالغالي يا ست الحبايب. اهلا يما حبيبتي حبيبتي يما، الله يخلي لنا اياك يحفظك يا رب، الله يحببك.
خلق الله فيك يما. يا عمري انا يما. الله يخلي لي اياكي. كيف حالك يابا؟ الله يسلمك. ايش اخبارك؟ ما شاء الله شادد على ايدي ابويا. الله يعطيك الصحة يا رب. يا رب. اهلا وسهلا. أهلا بيك. هاتي حاجة هالشنطة. لا يما هي انا بجيبها عنه. لا يما خليه هو يجيبها. لا يما انا بجيب لك اياها. ما شاء الله ايش حاطين فيها وثقيلة مش قادر اشيلها. عندك بتشوف يابا شو حاطين فيها. ايش في يما هان؟ ايش حاطين فيها؟ والله نقيت لك من الشجرة نقيت لك اياها. والله يما. والله. الله يحفظك يطول عمرك يا رب. لك لحالك نقيتهم. ها. لك حالك. يعني انا اكلهم انا اللي اكلهم. انت. واحنا يا ستة شو جبت لنا هدايا؟ انتوا جبت لكم يا ستة حاجات تستفيدوا منها. الله شايفه ستكم قديش بتحبكم وبتخاف عليكم. ايش جايبه؟ انا شيلت رمت عليها تغيرت حلو. واو ما شاء الله تبارك الله. يا سلام شايفه يا رنا؟ شايفة أمي قديش بتحبني؟ الله يخليك يا رب. جبت لك هدول يا أم حطين خوخ هدول. إيدك لحالك. الله يخلي لي إياك يا أم. سلم إيدك. والله يما من الشجرة نقيت لك. الله يحفظك يطول عمرك يا رب. إحنا أنا جبت لكم يا ستة حاجات تستفيدوا منها. لا أنا جبت خوخ. طيب أنا بجيب لك إن شاء الله. إيه جايبة لهم يا حجة؟ إيش هو هدول؟ الله. شايفين؟ شايفين؟ تفيده. طب ليش هيك قد الشنطة كبيرة تقيلة يمه؟ والله تقيلة كتير الشنطة. في اشي اساعدك انا؟ هات عنك يمه هات عنك هات افتحها عنك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. بطيخة؟ اه بطيخة يمه عشان تاكلها. الله يعطيكوا الصحة. وكيف قدرت يابا تشيلها؟ والله تقيلة عليك. والله يابا ما شاء الله تبارك الله. ايه؟ والله يابا امك كانت تبهدلني قال عشان خليت الشاب اللي ينزل الشنطه ويحمل الشنطه. مين هذا الشاب؟ هذا طلعنا يا اما مع واحد الله يرضى عليه. خلاه هو اللي يطلع الشنطه وينزلها. لا انا بهدلته حكيت له ليش ما شلت انت ونزلتها؟ يعني بتفكري يا خفيفه؟ قول لحالك ما قدرتش توقف ولا تمشي. مالك وحده والله وحده والله خلص الله يعطيك العافيه والله تعب يا امه ما شاء الله البطيخه بدها حوالي 13 كيلو والشنطه الله يعطيك العافيه يابا ويعطيك الصحه سلاف الله يرضى عليك روح هاتي سكينه وهاتوا صينيه خلينا نشقح هالبطيخه وناكلها ان شاء الله تكون حلوه والله مقلبين حالكم هاي السوق مليان عنا وقريب والله قلت له بداش الا اجيب من برا ايه يا حج اسكت يا حج انت بتفكر هالبطيخه اللي عندنا زي اللي عندهم البطيخه اللي عندنا شراب شراب البطيخة اللي عندنا. ليه يا حجة؟ هو مين اللي منقيها هذه البطيخة؟ مين اللي شريها؟ أنا يما طبلت عليها بترن رن يما. بالله؟ آه يما. والله أنت شوف هيك تخبط عليها. أي الله هذه البطيخة زي الشربة. يلا هاي جبت لكم هات نجرب نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. حط شريط إيه؟ لا على الطاولة يا رنا بسم الله. عندك دوق الحاج ايه احكي له عندك دوق الحاج وشوف الطعم كيف بدنا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن يا بدك الحمرا مالك يما هيك وعيك كل يما الله يما كنت في الشغل وتعبان ما فيش فيها بذر تبارك الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد والله يما من شكلها زي العسل حلوه ان شاء الله يما ان شاء الله الله يبيض وجهك يا بسم الله والله البطيخه بلت ريقي الحش قال مجنني نشف ريقي ما شاء الله عليك قول لحالك قول لحالك قال مش قادر امشي يا عمي خلص وحده الله ما كنتوا صرتوا اول ما جيتوا زي ناقر ونقير ما مش عارفه تسكت خلص صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله يلا كلوا وانبسطوا اهلا وسهلا شرفتونا ونورتونا بس جبت لنا كل شيء ومعجون اسنان سيدو طيب يا ست هذا جبت لكم اياه الهدايا عشان تستفيدوا منه اسنانكم تصيروا بيض بيض كان جبت العاب كان جبت حاجات هلقد الاولاد بيستنوا فيكي والله انا شفت ريقي يا حج خلاص اسكت نقطنا بسكوتك لا يا ست والله لما بتيجي علي بنبسط كثير لا يا دي يا سيدي معقول يا رنا بكره لما نكبر تصير زيهم زي هيك؟ سيد خليها تجيب وشي عشان فاشي اثنين خلص هيا رديت رديت شايف خلص يا
خلاص يا ستو المرة الجاية بجيب لكم ألعاب. ماشي يا ستو. أما أجي عليكم بجيب لكم ألعاب، ما تزعلوش مني. أنا بزعلش يا ستو. ضلك طيبة وتجيبيلهم، الله يحفظك. ماشي، ما تزعل منك يا ستو. استنى من إيديك على البطيخ. والله زين. استنى من إيديك وعينيك وشي.